السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي في القناة التعليمية إيكول شادلي، اليوم مع فيديو جديد الذي سنرى من خلاله النص الشعري بعنوان بلاد الجميلة من الصفحات 37 و 38 من الكتاب المدرسي المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي. إذن حصة اليوم سنرى النص الشعري بلاد الجميلة. ألاحظ المشهدين وأعبر عما فيهما. إذن لدينا مشهدين، في المشهد الأول تظهر فيه مدينة وثلوج تتساقط، وهو منظر جميل من مناظر بلادنا. ثم المشهد الثاني يظهر فيه نهر رقراق تتدفق فيه المياه، إضافة إلى مناظر جبلية جميلة. إذن هذان هما المشهدين. هنا أضيف كلمة إلى العنوان وأتوقع موضوع النص. إذن عنوان النص هو بلاد الجميلة، إذن علينا إضافة كلمة إلى هذا العنوان. إذن ممكن أن نقول بلادي الجميلة، الفاتنة، أو نقول بلادي جميلة المناظر. إذن نقول بلادي جميلة المناظر، أو نقول بلادي الجميلة الفاتنة. إذن نكتب بلادي جميلة المناظر، هكذا، أو نكتب بلادي الجميلة الفاتنة. إذن هكذا، إذن هنا ضفنا المناظر وهنا ضفنا الفاتنة، بلادي جميلة المناظر أو بلادي الجميلة الفاتنة. إذن أتوقع موضوع النص. إذن من خلال العنوان والمشهدين المرافقين للنص، فأتوقع أن النص سيتحدث عن جمال المغرب وجمال أرض المغرب وما يزخر به من مناظر تثير في الإنسان الاعتزاز والافتخار ببلده. إذن أتوقع أن النص يدور حول جمال أرض المغرب وما تزخر به من مناظر تثير في الإنسان الاعتزاز والفخر ببلده. إذن الآن ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. إذن لدينا هنا أفهم: أولا، ألون خانة مرادف الكلمات المكتوبة باللون الأحمر. إذن هنا لدينا ثلاث جمل، كل جملة تضم كلمة كتبت باللون الأحمر. إذن الجملة الأولى: لست تلقى كالمغرب الفد أرضا، عما هذه البلاد خصبا، لن تسكت الدهر عوضا. إذن فهذه جمل من النص، علينا اختيار المرادف الصحيح لكل كلمة كتبت باللون الأحمر. إذن لست تلقى كالمغرب الفد أرضا، الفد هل هي الشبيه، لا شبيه له، أو الموجود. إذن فالفد تعني هنا لا شبيه له. إذن نقوم بتلوين خانة لا شبيه له. إذن هكذا قمنا بتلوين لا شبيه له. الآن ننتقل إلى جملة الموالية: عما هذه البلاد خصبا، هل هي ملأ، أخذ، أم منع؟ إذن عما يا ملأ، نقوم بتلوين خانة ملأ. إذن هكذا ملأ أي عم. الآن ننتقل إلى الجملة الثالثة والأخيرة: لن تسكت الدهر عوضا. الدهر فهو الدهر أو الدهر المكان الزمان. إذن الدهر هنا بمعنى الزمان.
إذن هكذا نكون قد انتهينا من هذا السؤال. الفدي لا شبيه له، عم أي ملأ، ثم أخيرا الدهر بمعنى الزمان. أنا أنتقل إلى السؤال الثاني. أحدد المناظر التي وصفها الشاعر بالجميلة. إذن علينا تحديد ما هي المناظر التي وصفها الشاعر بالجميلة. إذن المناظر التي وصفها الشاعر بالجميلة نجد السحاب، الأرض، ثم نهر أم الربيع، وكذلك نجد إن أثارها شواهد مثل. إذن نجيب عن هذا السؤال ب المناظر التي وصفها الشاعر بالجميلة هي السحاب والأرض ونهر أم الربيع والمآثر. الآن ننتقل إلى السؤال الموالي، السؤال الثالث. أبحث في النص عن العبارات والمفردات التي تدل على جمال المغرب. إذن نعود إلى النص ونستخرج العبارات والمفردات التي تدل على جمال المغرب. إذن إذا عدنا إلى النص سنجد العبارات والمفردات التي تدل على جمال المغرب في النص. لست سلقى كالمغرب الفدي أرضا، نهر أم الربيع بحر فرات، نابض حبها مع الروح، أمة نحن بالجلالة والعز عرفنا. إذن العبارات والمفردات التي تدل على جمال المغرب في النص نجد لست سلقى كالمغرب الفدي أرضا، نهر أم الربيع بحر فرات، نابض حبها مع الروح، أمة نحن بالجلالة والعز عرفنا. إذا الآن ننتقل إلى السؤال الموالي، السؤال الرابع. أحدد البيت الشعري الذي يدل على فخر الشاعر ببلده المغرب. إذا نعود إلى النص ونستخرج البيت الشعري الذي يدل على فخر الشاعر ببلده المغرب. إذا البيت الشعري الذي يدل على فخر الشاعر ببلده المغرب هو دي بلادي ينهال منها اعتزازي، نابض حبها مع الروح نبضا. إذن هذا هو البيت الشعري الذي يدل على فخر الشاعر ببلده المغرب. دي بلادي ينهال منها اعتزازي، نابض حبها مع الروح نبضا. الآن ننتقل إلى سؤال الموالي، سؤال الخامس. أحلل خامسا. انطلاقا من قراءة للنص أكمل الخطاطة الآتية بتحديد صفة واحدة لكل عنصر. إذا حسب قراءتنا للنص لدينا هذه الخطاطة، علينا إتمامها. إذا لدينا هنا بلاد الجميلة، هنا لدينا سحاب والأرض، نهر أم الربيع، آثار المغرب. إذا لدينا هنا يعني مكونات لبلاد المغرب، علينا أن نضع صفة واحدة لكل منهما. إذا لدينا هنا السحاب والأرض، نكتب متآخٍ. هكذا. نهر أم الربيع، نكتب بحر فرات. آثار المغرب، نكتب شواهد مجد. هذه كلها صفات لكل حدة، كل يعني مكون على حدة. شواهد مجد. إذا لدينا هنا السحاب والأرض متآخٍ، نهر أم الربيع بحر الفرات، آثار المغرب شواهد مجد. إذا الآن ننتقل إلى السؤال الموالي، إذا سادسا. أنشد وأتذوق. سادسا. أنشد مع صديقاتي وأصدقائي النص الشعري جماعيا وفي مجموعات صغرى. إذا على كل تلميذ وتلميذة إنشاد
هذه هذا النص الشعري مع أصدقائه أو في تكوين مجموعة صغرى، ثم بعد ذلك يقومون بإنشائه. سؤال السابع: أختار البيت الذي راقني في النص وأنشده. إذن هنا على كل تلميذ وتلميذة أن يختاروا بيت شعري من النص الذي أعجبهم أو لفت انتباههم وينشده. الآن ننتقل إلى السؤال الثامن: أعبر عن مضمون البيتين الشعرين. إذن هنا لدينا بيتين شعريين، علينا أن قراءتهما أولا وبعد ذلك نقوم بالتعبير عن مضمونهما. لست تلقى كالمغرب الفد أرضا، ولوي اجتزت الأرض طولا وعرضا، يتناجى السحاب والأرض فيها، من تآخ يصافح البعض بعضا. إذا لدينا هذين البيتين شعريين أخذا من النص، الآن علينا التعبير عن مضمونهما. إذا نقول: لست تلقى كالمغرب الفد أرضا، ولو اجتزت الأرض طولا وعرضا، أي لن تجد بلدا شبيها بالمغرب حتى لو جلت جميع البلدان، يتناجى السحاب والأرض فيها، من تآخ يصافح البعض بعضا، أي علاقة السحاب بالأرض هي علاقة تمتاز بالأخوة والطيبوبة. إذن على هذا الشكل، البيت الأول يعني: لن تجد بلدا شبيها بالمغرب حتى ولو جلت جميع البلدان. أما البيت الثاني: علاقة السحاب بالأرض هي علاقة تمتاز بالأخوة والطيبوبة. إذن هكذا نكون قد عبرنا عن مضمون هذان البيتين الشعريين. الآن ننتقل إلى السؤال الأخير، تاسعا: في المنزل أحاول أن أحول النص إلى رسم من إنجازي. إذن هنا على كل تلميذ وتلميذة أن يقرأوا النص الشعري جيدا، وأن يحاولوا أن يحولوه من نص إلى رسم من إنجازهم، وحسب فهمهم وإدراكهم للأفكار الموجودة بهذا النص الشعري. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا، وينتهي فيديو اليوم. لأراكم إن شاء الله في فيديو قادم.